السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة خط حساب جوجل للهاتف اونر 8 اكس اندرويد 9 بعد تسجيل شبكة الواي فاي. بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات، وبعدين بنضغط مكالمة طوارئ، وبنطلب رقم 911-911، وبعدين بنضغط على التقويم زي ما احنا نشوف في الفيديو. الطريقة ممكن ما تنجحش من اول مرة، بتطلب تاني الرقم وبعدين بتضغط على التقويم لحد ما تنجح معاك زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديو دلوقتي. بعد الدخول على التقويم تضغط على سماح، وبعدين بتضغط على بلس او زائد، بتكتب أي اسم للحدث، وبتنزل تحت في الوصف بتكتب www.youtube.com، وبعدين نضغط على علامة صح على يسار الشاشة. بتدخل على التقويم اللي عملناه من شوية، وبعدين بتضغط على رابط اليوتيوب. هيدخلنا على اليوتيوب لاحقا. بتضغط على التلات نقط تحت أي فيديو وبتعمل مشاركة، بتختار تطبيق جيميل، تخطي، إضافة عنوان إلكتروني، وبتختار هوت ميل أو أوتلوك أو أي حساب مايكروسوفت، وبتدخل أي حساب مايكروسوفت معاك. بنوقف خيارات الحساب، بنختار مطلقا، وبعدين بنضغط التالي التالي، وبعدين بنضغط الانتقال إلى الجيميل. أعلى يسار الشاشة بنلاقي تلات نقط بنضغط عليهم، وبعدين بنضغط على الإعدادات. أعلى يسار الشاشة بنلاقي تلات نقط بنضغط عليهم، وبعدين بنختار إدارة الحسابات. بيدخلنا على الإعدادات، بنختار النظام، وبعدين بندخل على إعادة الضبط، وبعدين بندخل على استعادة جميع الإعدادات الافتراضية، وبنضغط عليها تاني، وبنضغط عليها تاني باللون الأحمر. بنستنى لحظات، بعد الانتهاء هنلاقي أزرار التحكم أو التنقل أسفل الهاتف. بنضغط على أزرار الهوم، الجهاز هيفتح معانا عادي من غير أي مشاكل. تم بنجاح تخطي حساب جوجل للهاتف اونر 8 اكس اصدار الاندرويد 9. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.